السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، في فيديو جديد كيف ديما. بالنسبة القضية ديال بالمقدم، أنه شفت في الفيس بزاف ديال لي باج، الله يسمح لهم كل واحد شنو تيكتب. فأولا باش نكونوا متفقين الإخوان، راه أي لعاب بغى يمشي هو حر، راه ما يمكنش تشدو بزاف، وأي لعاب طالب بالمستحقات ديالو راه من حقه، راه ما يمكنش أنت تخدم وما تبغيش تخلص. خصوصا حنا عارفين المجهود الكبير اللي بذلوا اللاعبين هذا الموسم، يعني الجمهور كله متفق اللعابه يستحقوا داكشي اللي كيتسالوا. نمشيو حنا اللي كيهمنا هو بالمقدم، بالمقدم المقدم عفوا، سيد ديجا طالب بالمستحقات ديالو، دازت واحد المده ما خداش المستحقات ديالو، هنا الملف ديالو غادي يمشي للتقادم. فاش غادي يمشي الملف للتقادم؟ ما بقاش عنده الحق نهائيا انه يطالب بفلوسه. اذا باش الموضوع ما يمشيش للتقادم، اضطر انه خاصو يدير واحد القضيه هو يجدد عن طريق المحامي، يعني بطريقه احترافيه، راه ماشي احنا في حانوت ولا في شي ديبو ولا غادي تمشي تهضر مع الباترون بغيت. انت خدام لاعب محترف، فريق محترف، يعني غادي تكون المراسله يعني بشكل احترافي عن طريق المحامي، طالب انه يحصل على المستحقات ديالو. ما نساوش واحد القضيه ديال واحد خونا راكم عارفينه، انه مجموعة الصفحات اللي كيدعمها فقط للتشويش على الرجاء، هي ما يدير للرجاء حتى حاجة ما صدقات ليه، دابا كيحاول انه يقوم باستفزاز الجمهور ديال الرجاء عن طريق التفاوض مع بعض اللاعبين ديال الرجاء، ولا يخرج بعض الاسماء. وهنا ركزوا معايا الاخوان، انا هو داك الشخص اكس، بغيت نجيب مثلا مقدم، شنو غادي ندير؟ يعني داك الشيء كما تقولوا بالحيله، غادي ننشر في الصفحات اللي تابعين ليا خبر انه السيد طالب فلوسه والسيد خيب ويمشي يعطينا اتساع وما عندنا ما نديرو به، و حتى هو خائن يمشيها في حالاته، زائد خبر انه الغريم كيتفاوض معه. هنا غادي الجمهور غادي يكع على مقدم وغادي يطالب انه صافي خويا عطاو فلوسه ولا فسخو معايا يمشي في حالاته ما عندنا ما نديرو به. وهنا غادي يكون هو وصل داكشي اللي بغاه بواحد الطريقه سهله، والجمهور كيساعدو، تندوا على الجمهور ديال الرجاء كيساعدو في هادشي، ماشي اي حاجه اخوان تتقراوها بصح وما تبقاوش تجيو وتبارطاجيو شي حاجه ما متاكدينش منها. ونزيد نقول لكم وما تنساوش الاخوان، ديما تنقولها لكم، ديما تنقولها لكم، راه الا شفتوا بعض الصحفيين رجاويين راه حتى هما قالوها، راه ديما تنقول لكم ديك الكلمه، راه اللي كيهمنا الرجاء. واخا كتبقاو تنتقدوني تقول لا انت كتنتقد المدرب، لا انت تقول انا اللي كتهمني هي الرجاء، يمشي اللي بغى يمشي، يمشي مدافع كاين مدافع. ونزيدكم شي الا مشى مقدم ولا هو بغى يمشي ولا فسخ، كاين مدافع زيمباور بغى يمشي، كاين المدرب اللي غادي يجي المكان ديالو. غتقولوا لي لا ما يمشيش، الا بغى يمشي راه ما غاديش يشدو يخلصك الشرط الجزائي ويحضر راسو ويمشي. انا كمثال، اذا الناس ديال المكتب راه عارفين شنو تيديروا وموجدين لكاع السيناريوهات المحتمله، اي واحد يمشي كاين اللي غادي يجي بلاصتو. اذا خلوا الناس خدامين عفاكم، وما تبقاوش تبارطاجيو اي حاجه عفاكم اخوان، هذا طلب، ما تبقاش تبارطاجي اي حاجه وما تطلعش لشي لعاب ولا مدرب ولا شي واحد طلع عليه واحد القيمه بزاف. اللاعب كيشتغل تيتخلص، راه ماشي فين تيوصل وقت الخلاص تيقول لهم لا انا العام كامل كيشكر فيا الجمهور، لا الله يرحمه والديه ما بغيتش نتخلص، كيدير خدمته كيتخلص عليها بز منه. كيف انت خدام
وتقول لك باترون دير ودير ودير في الاخر الشركه تخلص. حتى هو لعب خدام كيدير في خدمته بغى يمشي ولا انت بغيتي تمشي راه كتجيب الباترون ديميسيون وتمشي بحالاتك، كيتسالك شي حاجه كتعطيها له وتمشي بحالاتك. اذا لا بغى يمشي شي واحد يمشي الله يسهل عليه. الرجاء راه هي اللي كتصنع، الرجاء راه هي اللي كتصنع المدربين والمسيرين واللعابه. زيمباور راه ما كان حتى شي واحد تيعرفو الاخوان، جا الراجل العالم ولا تيتكلم على زيمباور. اي لعاب تيجي الراجا كيدير سميه، اذا راه حنا الفرقه ديالنا اللي كتصنعو ماشي هما اللي كيصنعونا. واللي بغى يمشي راه شفتو الباب ديال الوزيز عفوا الباب ديال الاكاديميه كتاش، راه طريق السلامه والله يسهل عليه. وشكرا لكم الاخوان.